أستاذ محمد الرجاوي فنان تشكيلي، كنتقدم الشكر للناس المهتمين بالمجال ديال التنظيم ديال هذا المهرجان. وهذا المهرجان فهو أصبح بحال السنة سنويا كيتقام، واللي جميل فيه هو هذا اللقاء ديال المواهب وديال الفنانين وديال المخرجين وتبادل الآراء إلى غير ذلك. شفت جوج ديال الأفلام تقريبا البارح، أفلام إفريقية كتعالج مشاكل مثلا عائلية، الطرق ديال التصوير جميلة، الإخراج إلى غير ذلك. إذن هذا شيء جميل، ولكن الجانب التنظيمي كنظن على أن كل سنة خص يكون التنظيم شوية جيد على الدورات السابقة.